ورحمة الله وبركاته، نكمل الجزء الثالث الخاص بالستريبتوكوكاس نيموني. رح نتكلم في هذا الجزء على الاختبارات المختبرية التشخيصية اللي يتم الاعتماد عليها. اولا بالنسبة للعينات اللي مطلوب يعني زرعها للكشف عن الستريبتوكوكاس نيموني، مثلا عملية سحب الدم، عملية جمع لكل من السيربروسباينال فلويد والقشع لملاحظة المكورات الرئوية عن طريق الفحص المجهري أو عن طريق الزراعة. كذلك يتم الكشف عن الكبسولة اللي هي متعددة السكريات للمكورات الرئوية اللي يعني ممكن تكون موجودة بالإدرار أو بالسيربروسباينال فلويد، بالاعتماد على الطرق السريعة اللي هي الاميونوكروماتوغرافيك ممبرين أسي. أما بالنسبة لإجراء الفحص السيرم أنتي بودي تيست، هو يعتبر غير عملي. جميع العينات يجب أنه يتم إرسالها إلى مختبرات الأحياء الدقيقة، ويعني بعد فترة جدا وجيزة، والسبب في ذلك لأنه تميل المكورات الرئوية للتحلل الذاتي، وبالتالي من الصعوبة أنه يعني نسترجع البكتيريا من أجل الزراعة. بالنسبة للسبيوتم أي القشع، ممكن يتم الفحص والتأكد من وجود المكورات الرئوية بطرق عديدة. أول طريقة سرح نتكلم عليها اللي هي الفحص المجهري باستخدام صبغة جرامستين. لح نعمل فتفون إلى القشع اللي هو يعني بلون كان أحمر أو قيحي، طبعا اللي نقدر نميز من خلالها بالفحص المجهري لشكل المكورات الرئوية، وأيضا لح تظهر كل من خلايا الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء. إجراء اختبار الكبسول سويلينج تيست اللي شرحناه بالجزء الأول من المحاضرة اللي هو الكولينج رياكشن. عملية الكلتشر الزراعة ممكن يتم بالنسبة للسبيوتم، حيتم يعني زرعها على وسط الأقار الدم، ويتم توفير الظروف المثلى للتنمية أي بوجود ثاني أكسيد الكربون وبدرجة حرارة 37 درجة مئوية. وأيضا ممكن يعني يتم عملية زرع الدم بالطريقة نفسها. ومن الطرق الأخرى اللي هي الاعتماد على نيوكليك أسيد أمبليفيكيشن تيست، أيضا من الاختبارات اللي يعني مطلوبة في عملية تشخيص الستريبتوكوكاس نيموني. بالنسبة إلى الحالات يعني السحائية، لح يعتمدون على يعني الطرق الجزيئية للكشف على الستريبتوكوكاس نيموني من العينات الخاصة يعني الجهاز التنفسي، وحيتم الحصول على العينات من يعني المرضى اللي يعني يشكون بإصابتهم أو يعني اللي هم متواجدين في الرعاية الصحية. بالنسبة إلى المناعة إلى المكورات الرئوية، طبعا هي لح تكون تعتمد على تكون الأجسام المضادة إلى الكبسولة اللي هي قلنا سابقا بأن هي متعددة السكريات، وأيضا إلى فعالية الخلايا البلعومية في عملية الالتهام. بالنسبة إلى العلاج، لاحظوا بأنه المكورات الرئوية أصبحت مقاومة إلى مدى واسع من المضادات الحيوية، وأصبح البنسلين جي يعني مو العلاج الأمثل في علاج الإصابة بالمكورات الرئوية، ووجدوا أنه بحدود 15%
من حالات النيموكوكاي هي تمتلك مقاومة إلى البنسلين إن كانت القيم الـ MIC تساوي أو أكثر من 8 مايكروغرام. عند أخذ جرعة عالية من البنسلين جي أظهر هناك تأثير على حالات الإصابة يعني للنيمونيا، ولكن طبعاً الـ MIC أقل من 8 مايكروغرام بير مول، ولكن ما كان لها تأثير في يعني علاج حالات السحايا الناتجة بالإصابة بنفس السلالات. بعض من السلالات اللي تمتلك مقاومة للبنسلين يعني أيضاً امتلكت مقاومة إلى مضاد السيفاتوكسين. بالنسبة يعني المقاومة ممكن أيضا يعني تشمل إلى الفلوروكيونينات، التتراسايكلينات، الإرثروميسين أيضا، ولكن يبقى العلاج الأمثل هو الفانكوميسين. فبالنسبة إلى معرفة يعني حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية يجب إجراء اختبار فحص الحساسية فضلا عن تحديث قيم الـ MIC اللي يتم عزلها من جميع حالات الإصابة بالمكورات الرئوية.